انا متخرجين من الجميره ببرج العرب دبي، عاملين اكاديمي في الاوتيل مانجمنت، عملت بعدين بزنس ديبلوما مع الكامبريدج، الفينانس وريسورس مان وماركتينج والبزنس كوميونيكيشن. تم من الشهائد العالميه العليا في السياحه العليا، عامل بي اي سي بيرسون ان تشارج اللي لهين بالفود سيفتي والهازيب انسر وكل ما هو لهي بالفود سيفتي مع الكيميكال اندستري اللي سموها. كل السياحه كلها قريت ما شاء الله، قرينا خسرنا برشا وقت وخسرنا برشا جهد. طبعا الموفامبيك كنت متر دوتيل في الموفامبيك، برمي متر دوتيل في الموفامبيك بتاع سوس. كورونا سكرت الدنيا الكل. سكرت الدنيا الكل، انا قاعد ندبر في عطريه باش نبيع دابوزا غاز. وليت عطار. عطار باش نجم نبيع كيلو مقرونه ولا كيلو كسكسي باش نجم نعيش صغاري. باش نجم نبيع كيلو مقرونه ولا كيلو كسكسي باش نجم نعيش صغاري. أنا كنت نبعث في 20,000 درهم اللي هي تقريبا 20 مليون في الشهر، كنت نبعث تقريبا شهر بعد شهر نبعث في 20,000 درهم ونكون ونوكل في الصغار ونوكل في الناس ونعاون. والتونسي اللي يجيني غاديكا، قبل كنت نسوق في الكهرباء متاعي من غير برمي إماراتي، لازم يكون عندك برمي رخصة سياقة إماراتية. كنا نسوق قبل الثورة كنا نسوق في الكهرباء من غير برمي. كي حبسني العاون شرطي ولا عاوني نوري بطاقة تعريف تونسي قل لي هلا والله، يفرحوا ان احنا توانسه اليمنيين ولا 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 اللي من مصر ولا يفرحوا لي احنا توانسه، والاماراتيين يفرحوا لي احنا فما توانسه في البلاد هذيك. من بعد 2014 تقول تونسي تقول هكا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يدور عليك ويشوف على السياسه نتاع البلاد، ما عادش محترف بينا جمله تونس، كرهونا توانسه كرهونا. حاليا حتى باش نعمل معناها تاشيره نتاع السياحه ممنوع، احنا في بلاك ليست. علاش؟ ما نعملوا حتى شيء، انا من غدوه نصبح نخدم، عندي 20,000 كونترا من غدوه، من غدوه اذا كان يحلوا لي الاقامه من غدوه نصبح نخدم في السفاره. سفير القنصل نايف باش ينالوا السفاره ومتفاهم الوضعيه نتاعنا ومتفاهم، قال لي رانا معاكم حاجه برك، رانا ما نجمناش راهي من تونس راهي ما خلتنيش. نحن من غدوه نصبح نخدم، وعندي 20 معايا تونسي ولا 25 تونسي اصحابي اللي كنا نعيشوا مع بعضنا، قال لك من غدوه تصبح تخدم على روحك، اجي اخدم على روحك، ما فهميش. علاش؟ ما الله اعلم. والله إذا نقول لك تونس ترضخ للإمارات ولا ما ترضخش للإمارات، فما عائلات فما ناس فما إطارات، فما أحنا اللي عايشين هنا في تونس واللي مشردين في الحبوسات غاديك شنو المصير بتاعهم، فما 5,000 4,000 نومبر كبير برشا نومبر كبير برشا. بصح راهي فما عائلات تعاني، فما ناس كبار رجال كبار في الحبس، فما نساء حبالة في الحبس، حبسهم متربين ولد عائلة ويقدرونا لتو، حتى في الحبس يحترمك ويقدرك على كرامتك على إنسان. إطار تونسي كان عامل بالإمارات العربية المتحدة خرجوك رجعوك لتونس صحبة 25,000 شاب تونسي تقريبا، وعندكم برشا مشاكل تو، احكي لي. احنا بديت المشكلة من 2014، كانت المشكلة ما بين دبي الإقامة في دبي والإقامة المقيمين التوانسة المقيمين في دبي. المشكلة هي بديت على التوانسة والفلسطينيين والسوريين والمغاربة والجزائرية، تفضلت معاهم هما الكل ومع المصريين، قعدت كان مع التوانسة. الغادي اللي يعيش في الإمارات اللي يعيش في دبي من غير إقامة معناها توفى عليه الإقامة نتاعو نهار ب 100 درهم. فما ناس أكثر من 3 سنين وأربع سنين من غير إقامة، تصور أنت نهار ب 100 درهم، البيناليتي نتاعو ب 100 درهم. ما يعادل فلوس تونس. 100 درهم تقريبا تو 90,000 95,000 95 دينار تونسية تقريبا. واللي ما يدفعش البيناليتي يدخل الحبس ولا يقعد غاديك. قداش من تونسي في الحبس؟ انا 2017 ولا 2018 فما تقريبا فما 5,000 ولا 6,000 تونسي في الحبس تقريبا، اذا كان مش اكثر، اذا تقريبا واذا كان مش اكثر. مشينا للسفاره ومشينا على اساس باش يفوضونا الامور نتاعنا، على الفكره على المعلومه. انا متخرجين من الجميره ببرج العرب دبي، عاملين اكاديمي في الاوتيل مانجمنت، عملت بعدين بزنس ديبلوما مع الكامبريدج، الفينانس وريسورس مان وماركتينج والبزنس كوميونيكيشن. تم من الشهائد العالميه العليا في السياحه العليا، مع العلم عامل بي اي سي بيرسون ان تشارج اللي لهين بالفود سيفتي والهازيب انسر وكل ما هو لهي بالفود سيفتي مع الكيميكال اندستري اللي سموها. كل السياحه كلها قريت ما شاء الله، قرينا خسرنا برشا وقت وخسرنا برشا جهد. حتى روحت لتونس نحن في مع الموفامبيك، كنت متر دوتيل في الموفامبيك، برمي متر دوتيل في الموفامبيك بتاع سوس. كورونا سكرت الدنيا الكل. سكرت الدنيا الكل، انا قاعد ندبر في عطريه باش نبيع دابوزا غاز. وليت عطار. عطار باش نجم نبيع كيلو مقرونه
ولا كيلو كسكسي باش نجم نعيش صغاري. وين في القروين؟ في القروين في المنصوره تقريبا في الفص قروي ومحليك ومسبك تبارك الله على. انا ما بنزرت ما نعيش في قروين. وليت قروي تو وليت نلقى روحي معرس في قروين. وليت عقب وليت قروي مدام قروي وزاره داخليه قروي. وزاره داخليه فاش توكل فيها تو؟ والله نوكل فيها في اللي كتبوا من ربي. اسمعني الشباب نتاعنا التونسي اللي عنده شهيد عليا وكيفك انت تبارك الله ما يخدمش ما يهبطش على الطار ما يهبطش معناتها يطير الفرنك. هذا مثال يحتذى به. باش نطيرها بالعرق جبين على الفكر. عندي شريك اسمه كيدز فود. احنا نعملوا اكله جاهزه نوصلوها للمدارس والادارات اللي يخدموا في الشركات معناها على الوقت على عين المكان. بالكورونا تقريبا 15000 دينار 15 مليون حطيتهم عم ناور في الحيوت ماتريال. قعدت نتفرش على حيوت. الكهرباء نتاعي تكسرت ما عنديش طبعا قاعد نتسلف في كهرباء باش نجم نخدم وباش نجم نفرغ. الوضعيه مزري. انا ما حاجتي بحتى شيء. حاجتي بوضعيه انه اذا كان فما امكانيه يسهلوها معانا يسهلوها مع التوانسه. راهو مش انا نحكي لك على روحي وحدي. راهو فما ناس مشرده غاديك. انا نعيش. انا فهمتك حس ما حبيت تقول لي. وفي الفجيري انت حبيت توصل رساله الى السياسيين باش تقول لهم راي الاف الشبان التوانسه في السجون الاماراتيه. حلوا عينيكم تذكروا ولاد بلادك ويجيو. وقت اللي يبعث انا كنت نبعث في 20000 درهم اللي هي تقريبا 20 مليون في الشهر. كنت نبعث تقريبا شهر بعد شهر نبعث في 20000 درهم ونكون ونوكل في الصغار ونوكل في الناس ونعاون. والتونسي اللي يجيني غاديكا ثم ناس توانسه تعرفني سيف برج العرب ويعرفوني. وقت اللي كنت غاديكا كانت 20000 تونسي ندبروا لهم في خدم خاطر بحكم المعرفه نتاع الناس ونعرفوا الشيفان ونعرفوا الكواجنه ونعرفوا الاطارات نتاع دبي نعرفوها من الناس الكل غاديكا. كنا ندبروا في خدمه وكنا ندبروا. انا من 2017 حاليا تقريبا توا اكثر. انا قلت لك 25 اذا كان مش اكثر راهو. ثم اذا كان فما ناس اكثر نحبوا خلي العباد تخدم. حلوا البلاد خلي على القليل اللي عنده شهاده واللي عنده معلومه ينجم يوصلها للعباد خليها توصل. علاش التوانسه في الحبس في الامارات وعلاش الاماراتيين يطردوا في التوانسه؟ شنو اللي صار بالضبط؟ امور سياسيه. انا قبل كنت نسوق في الكهرباء نتاعي من غير برمي اماراتي. لازم يكون عندك برمي رخصه سياقه اماراتيه. كنا نسوق قبل الثوره كنا نسوق في الكهرباء من غير برمي. كي حبسني العاون شرطي ولا عاوني نوري بطاقه تعريف تونسي يقول لي هلا والله يفرحوا ان احنا توانسه. اليمنيين ولا اللي من مصر ولا يفرحوا لي احنا توانسه. والاماراتيين يفرحوا لي احنا فما توانسه في البلاد هذيك. من بعد 2014 تقول تونسي تقول هكا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يدور عليك وجهه. علاش؟ على السياسه نتاع البلاد. ما عادش محترف بينا جمله تونس. كرهونا توانسه كرهونا. مش من العباد. من العباد فما اطارات. فما شكون معناها ماسك اطارات كبيره في معناها ديكادر كبار في الامارات في الدوله في شرطه دبي في التعليم في الامارات في الطيران في الامارات في ميدان في ميدان السياحه. برج العرب نحكيو على برج العرب ونحكيو على اطلنطس ونحكيو على شركات كبار في العالم يقودوا فيها توانسه. نذكر 20000 واحد بقدرنا توانسه. توا تونسي باش تمشي تعيش في الامارات بس ما تنجمش تخرج الامارات. انا قلت لك عندي من سكروا الفيزات سكروا الاقامه انك باش ترجع تخدم في الامارات ممنوع. احنا اللي خرجوا اللي يسموهم بلاك ليست اللي تعاملت عليهم بلاك ليست في الامارات ممنوع انه يرجع للامارات. انت في البلاك ليست؟ انا في البلاك ليست. ايش عملت؟ ما عملنا حتى شيء. احنا خرجت كنت مع شركه اسمها اربال جولف نعملوا اللي الكيميكال اندستريال. خرجنا من اربال جولف على اساس صححت عقد مع ناشونال كاترينج. ناشونال كاترينج هي تابعه ابو ظبي تابعه اماره اخرى. من الاماره هذيك 23 مره يسبوا لي الاقامه نتاعي ممنوع ريفيزي. حاليا حتى باش نعمل معناها تاشيره نتاع السياحه ممنوع. انا في بلاك ليست. علاش ما نعملوا حتى شيء؟ انا من غدوه نصبح نخدم. عندي 20000 كونترا من غدوه اذا كان يحلوا لي الاقامه من غدوه نصبح نخدم في السفاره سفير القنصل نايف باش ينالوا السفاره ومتفاهم الوضعيه نتاعنا ومتفاهم. قال لي رانا معاكم حاجه برك رانا ما نجمناش راهي من تونس راهي ما خلتنيش. نحن من غدوه نصبحوا نخدموا. عندي 20 معايا تونسي ولا 25 تونسي اصحابي اللي كنا نعيشوا مع بعضنا. قال لك من غدوه تصبح تخدم على روحك. اجا اخدم على روحك ما فماش. علاش؟ ما الله اعلم. هل لان تونس لم ترضخ للامارات؟ انت شاب وتفهم وفاهم اللعب الكل. والله اجا نقول لك تونس ترضخ للامارات ولا ما ترضخش للامارات؟ فما عائلات فما ناس فما اطارات فما احنا اللي عايشين هنا في تونس واللي مشردين في الحبوسات غاديك شنو المصير نتاعك؟ ليش فما من شاب تونسي في الحبس في الامارات؟ فما 5000 4000 نومبر كبير برشا
بالصح راهي فما عائلات تعاني، فما ناس كبار رجال كبار في الحبس، فما نساء حبالة في الحبس، حبسهم متربين ولد عائلة ويقدرونا لتوا، حتى في الحبس يحترمك ويقدرك على كرامتك على إنسان. دخلت الحبس الإمارات؟ لا ما دخلتش الحمد لله، الحمد لله ما عندي حتى كريمينال في تونس ولا في الإمارات، والحمد لله بقدري والعباد تقدرني وتحترم. وبنزرتي في القروان؟ بنزرتي في القروان سهر الليل بيع في الغاز.